سبك الضحاك مركز البابور محافظة المنوفية. هو صف ضابط بإدارة الحرس الحدود في الفوج الأول رفح، الفوج الأول في رفح، وهو كان عاود من كان معاود من الأجازة، معاود للعمل بتاعه. وأنا في العمل بتاعي في الشغل في طريق مصر إسماعيلية الصحراء والكارتة، والدته اتصلت بيها حوالي الساعة 11 تاني يوم من الاختطاف. بقى أنا ما أعرفش حاجة، بقول لها يا ست كل أنت يعني عرفت إزاي؟ قالت ده جاء في التلفزيون واسمه في التلفزيون، مكتوب في الخط في التلفزيون. طبعا أنا سبت شغلي وسلمت عهدتي ومن ساعتها خط بعضه، ورحت على كوبري القبة، قابلت المقدم ياسر بتاع الأمن. الراجل رحب بنا وقال لي احنا على اعلى مستوى وبنبحث عنه وبتاعه مش عارف ايه. قلت طبعا اروح الكتيبه اللي هو شغال فيها. خط بعده وطلعت على رفح بالليل الساعه كده حوالي الساعه 10 بالليل. وصلت الساعه 10 بالليل، خاص المتواجدين في رفح ويدعى ابو الحارس، او اسمه ابو الحارس، راجل يعني الراجل اكرمنا ويعني اكرمنا وبيتنا عنده. وصباحنا الصبح تاني رحت قابلت العقيد سيد والعميد شعبان وكان معاهم راجل من المخابرات، ما اعرفش رتبته ايه، لابس ملكي، ما افدناش باي حاجه. وقال لي اطمن يا ابني، وابنك ده مش ابنك، ده ابننا احنا، واحنا والله على اعلى مستوى، وان شاء الله احنا بنبحث عنه وعاملين دوريات في قلب رفح كلها، ودوريات في جميع الجهات، وده احنا بنبحث وان شاء الله هنتوصل لحاجه كويسه ان شاء الله. وايه توقعاتك للي يحصل في الساعات الجايه؟ حد وعدك انه هم ما بيقولوا ان شاء الله الساعات الجايه، ان شاء الله الساعات الجايه، بس انا ما انا مش شايف حاجه. فانا بقى وانا معود وعاوز اروح، والدته بايته معايا بقالها يومين معايا موجوده هنا اهو. قلت اما احود على مديريه الامن العريش واعمل بلاغ، ولا اقول لهم يفيدوني باي حاجه، والله اعرف عنه اي حاجه. بس هم وعدوك بيه يا حاج؟ بيقولوا احنا مش هنسيبه، هيجي تفاوض ولا وصل، يعني هو بيقول لي احنا نجيبه، هو ابننا وهو اخويا، مش فاهمين اي حاجه لحد دلوقتي ومش عارفين اي حاجه. هو كلام بس بيطمنونا بس، اما في حاجه حقيقي مفيش اي حاجه، كله خير، انا كله خير وابننا ومش ساكتين، بس مفيش اي حاجه، ولا سمعنا صوت ولا عارفين اي حاجه عنه. في حد تانيين جو معكم؟ انا اللي ولد ابراهيم صبحي ابراهيم، خدت بالك؟ عنده كم سنه؟ هو عنده 21 سنه. طيب.